11 سنه او 13 سنه قاعد في كراج يخدم ولا فهمتي، هذه مسؤوله عليه الدوله، خاطر اون برينسيب قبل كي كنا نقراو معناتها كي ما ينجحش ما يمشي بعد التكوين، الولد هذاك يمشي التكوين، نسبه كبيره منهم توا لي ميكانيسيان ولي تولي ولي الكتريسيان هذوما كل النظام القديم اللي لي زاني 80 معناتها اللي وقت اللي ما يلقاش روحه في القرايه يمشي للتكوين المهني. الدوله توا ما عادش يهمها، صدقني ما عادش يهم، لا يهمها قرا ما قراش، سوى قرا خلاش هات وقعد بواحد يهمها في حد شيء. وانا رايي انا كي نلقى ولد صغير 12 13 انا خير يتحفر في كراج يتعلم صنعه، يتعلم معناتها 3 4 5 سنوات يكبر معك صنعه هذيك يتعلمها خير من اللي تلقاه في الشارع، لان الدوله ايش باش يعمل؟ كي يخرج 12 و10 سنين و11 يثم ناس قرا لك عامين معناتها بريمير ويخرج، شنو اللي باش يعمل؟ انا خير نحطوه في كراج ولا في اي صنعه يتعلمها، موصل له 18 19 سنه يلقى روحه متمكن بك الصنعه هذيك ويدخل المعترك الحياه. فهمتني؟ بون نحكيو ثم ناس تحكي على 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 وليدات الاخرين، الوليدات الاخرين ايش معناتها؟ نسبه قليله منهم معناتها يبداوا في الشوارع يبداوا يتعلموا في برشا حاجات. فهمتني؟ هذيك وقت اللي تقول المسؤوليه، صحيح ثم عائله مسؤوليه عائله مسؤوليه والديه، ولكن حتى راي الدولة عندها نسبة كبيرة، الدولة هي نسبة كبيرة اللي معناتها من مسؤولية متأصلة من مسؤولية. تقول أنت اللي متأصلة، هي الدولة اللي يقرأ توا 20 سنة يقرأ وبشهادته وقاعد يخلي بيستبدل هذا ذاك، ما هي لها بحد شيء الدولة. تعرف عبارة شنو عندنا لهنا في بعض الأحيان يقول أخويا البلاد هذيا فهمتي غير محبة فيها راهو غير واحد بلاد راهو فهمتي، ساعات يشوف حاجات يستغرب كيفاش عايشين في هالعيشة هذي، احنا عايشين عيشة مرة راهو. لك بمن سمحني في الخدمة انا يا سيدي حطنا انا نخدمه، شكون ضامن غدوة؟ مانيش نحكي عن الموتى، مانيش نحكي عن شكون ضامن غدوة مستقبل في اي خدمة كان سوى حر سوى يخدم تحت الدولة سوى يخدم خاص ولا شكون ضامن غدوة؟ كان غدوة نتعثر هكا انا لا يقدر نجبر ساقي ما نلقاش روح خاطر نخدم حر وحتى موظف زاد راه وحتى شكون ضامن غدوة في البلاد هذيا؟ ما فهمتش بلادنا هذيا واحد انسان يخدم فهمتي 20 سنة و 25 سنة و 30 سنة وغدوة مش ضامنه مش نلوجوا معناتها على الستات الصغار هذوما معناتها كيفاش كذا معناتها مطيشين في الشوارع. انا بالنسبة لي الدولة مسؤولة الدولة نسبة كبيرة مسؤولة، وبعد ندخلوا للوالدين الطرق نتاع الوالدين، حتى كي تلقى ولد في الشارع وما يخدمش وما يحبش يخدم وما يحبش معناتها يشد يتعلم طلع هذيك تربية والدين، والدين اللي غالب عليهم طلعوا اللي غالب عليهم فهمتي، ينجم يكون ولد يخرج، أنا نعرف برشا صناعيين هنا ما قراوش قراية، والله نصلي على النبي ومعروفين معناتها متسمين معروفين على الصنعة نتاعهم، لأن تعلموها من تعلموها ما تعلموها كيفاش يقولوها مش قراية تعلموها معناتها حية معناتها قدامهم الصنعة تعلموها يعطيك الصحة سي رضا، شكرا لك، أنت تحمل مسؤولية الدولة في ظل استغلال الأطفال اقتصاديا في بلادنا، شكرا لك على مداخلتك معنا. هكا وصلنا لختام غورا لليوم، تحية لك حبيب شمنقي في الكوتي تكنيك، تحية لك رائد فوتوغراف، تحية جميلة في استقبال تليفوناتكم، أجمل تحية هدى بالمسعود، نتلقاو إن شاء الله نهار الخميس باش نهزوكم الولاية القيروان باش نحكيو على مشاغل الجهادية وشنية المشاريع المرصودة لها. باي باي وفي لمنا.